بسم الله الرحمن الرحيم. بداية التأسيس، بداية الانطلاق، بداية الإنشاء، أصحاب البدايات دائما لهم الفضل، والفضل بعد الله للمتقدم. هنا معي شخصية من خلال فهرستنا لمشروع ديوان الخليج، أضخم قاعدة بيانات تعنى بتاريخ الخليج وحوادثه وشخصياته وأسره وقبائله، وتضم مئات الألوف من الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية وكتب التاريخ والأنساب. مر معي اسم شخص يتردد كثيرا في البدايات، بدايات المشاريع وانطلاقها والعصامية، ويتردد معي أيضا كثيرا فيما يتعلق بنهضة البلاد وتطورها، كما أنه يتردد معي كثيرا في المساهمات الخيرية الفاعلة داخل بلاده وخارجها. بعيدا عن الإطالة، معي شخصية من أهل عنيزة اسمه عبد الرحمن بن صالح السحيمي رحمه الله تعالى، والذي بدأ حياته صغيرا بسنه لكنه كبر قبل أن يكبر معه سنه. ولد رحمه الله تعالى في مسقط رأسه عنيزة في حدود سنة 1319، ونشأ في كنف رجل محب للخير محافظا على أصول دينه وعاداته العربية وتقاليدها، وأخذه والده إلى أحد المعلمين في مدينته والتي أخذ فيها القراءة والكتابة وحفظ القرآن وغير ذلك. ثم أحب والده أن يتوسع في أمره وانطلق من عنيزة إلى الكويت، والكويت في ذلك الوقت مطلع القرن العشرين كانت تعد الميناء الرئيس للجزيرة العربية بنهضتها وكثرة ما يحط فيها من المراكب البحرية. ولذلك رحل والده صالح السحيمي رحمه الله كما رحل غيره إلى الكويت، وبدأ بفتح دكان له لبيع الأقمشة، ثم صار يحاول أن يوسع تجارته، حتى إذا بلغ ابنه عبد الرحمن الذي تركه في عنيزة 17 عاما، لحق عبد الرحمن بأبيه، وبدأ يمارس مع أبيه تجارة أبيه الصغيرة والتي كبرت مع الوالد والولد. في ذلك الوقت لم تكن الأحساء ولا المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية قد حلت فيها النهضة، حتى إذا تولى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى حكم المملكة العربية السعودية وصارت هذه البلاد بأسرها خاضعة له وزار الأحساء، قال له أهل الأحساء، وكان هذا في حدود سنة 1341، لو أننا قمنا يا جلالة الملك بنقل البضاعة إلينا مباشرة بدلا من الكويت، لأن البضائع كانت تحط في الكويت ثم تتوجه إلى الأحساء التي تأتي من الهند والسند وغيرها. فاستحسن الملك عبد العزيز رحمه الله ذلك، وبدأت الأحساء تنشط خاصة بعد أن جعل العقير ميناء رئيسا لها، وفقدت الكويت ما يقرب من 60% من وارداتها التجارية. ثم لما زار الجبيل، وهي منطقة مشهورة في شرق المملكة العربية السعودية، طلب أهلها نفس الطلب، فلبى لهم الملك عبد العزيز هذا الطلب، فعانت الكويت من كساد اقتصادي كبير. ماذا يصنع تجار الكويت؟ لابد أن يكون لهم وكيل هناك في الجبيل على الأقل يرسلون إليه البضائع التي عندهم بدل أن تكسد. فوقع الاختيار على عبد الرحمن بن صالح السحيمي، أو صالح بن عبد الرحمن بن صالح السحيمي رحمه الله، والذي صار وكيلا عن تجار الكويت بالإضافة إلى تجارته الخاصة. لحق به بعد ذلك أبوه، لكن في حدود سنة 1343، ولم يكن للجبيل في ذلك الوقت أميرا لها أو مسؤولا عنها، طلب منه الملك عبد العزيز أن يكون مسؤولا عن الجبيل، يعني بمثابة الأمير لها، حتى يأتي أحد يرسله الملك عبد العزيز. وبالفعل تم السحيمي أميرا لها ما يقرب من سنة، عبد الرحمن بن صالح السحيمي أمير على الجبيل ومسؤول عنها ما يقرب من سنة، حتى جاء ابن الثنيان فتح له تجارته الواسعة. ثم لحق به أبوه وأخوه وتوسعت تجارتهما، وكان قد أنشأ له شركة في الجبيل. ثم لما صارت الدمام عاصمة إدارية واقتصادية توجه لها الناس، وممن توجه لها السحيمي، وبدأ يعظم نشاطه التجاري، وأرسل ابنه محمد ليكون وكيلا عن الشركة في البحرين، فتوسعت تجارتهما وعني عناية كبيرة جدا، خاصة بأن يكونوا وكلاء على العديد من المواد التي كانت تأتي من هولندا وأوروبا ومن الهند وغيرها. استفاد كثيرا جدا بالإضافة إلى خبرته التي
أخذها من الكويت ومن أبيه الذي كان يرسله إلى عبدان والمحمرة والبصرة والزبير وبغداد وغيرها من مدن العراق، وصار ذهن تجاري كبير جدا، توسعت تجارته وحولها بعد ذلك إلى مصانع ضخمة في الجبيل، وصارت مجموعة شركات لصحيمي عبد الرحمن ومحمد من أعظم الشركات التجارية في منطقة الدمام، وصار بعد ذلك عضوا في مطلع الخمسينات الميلادية في غرفة التجارة التي أنشئت في ذلك الوقت، وتوسعت أعماله التجارية حتى صار رقما صعبا في العمل التجاري. لم ينسى عبد الرحمن بن صالح السحيمي رحمه الله تعالى الجانب الخيري، فحينما أقلب مشروعنا ديوان الخليج هذه الفهرسة الإلكترونية وهي متاحة للجميع، يمر معي كثيرا ذكر هذه الأسرة ومساهماته في فلسطين وفي لبنان وفي الجزائر، بالإضافة إلى مساهماته الوطنية، فهو أحد الكوادر التجارية التي اعتمد عليها الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى في بناء الدولة. وكما قلت لكم، عبد الرحمن بن صالح السحيمي رحمه الله كان صاحب البدايات إلى أن توفي رحمه الله تعالى في سنة 1403، ولم ينقطع ذكره، ما زال ذكره موجودا بأولاده الكرام البررة الذين ساروا على نهج أبيه تماما، وهم اليوم معروفون بأعمالهم التجارية والخيرية ووجاهتهم الاجتماعية، وهم اليوم مقربون من الدولة ومن القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية، ولم ينقطع ذكره من كان عنده مثل هؤلاء الأولاد. نسأل الله أن يرحم المتوفين وأن يبارك في الأحياء، ولعله لاحقا إن شاء الله تعالى بتواصلكم نقف مع شخصية أخرى من هذه الشخصيات الرائدة في خليجنا العربي.